أهلا بمولد سيد الأكوان، عين الحقائق نقطة الفرقان. أهلا بمولد سيد الأكوان، عين الحقائق بحر المكارم، شمس أعلام الهدى، مفتاح كنز خزائن الرحمن. مهما أجاد المادحون وأطربوا مهما أجاد المادحون وأطرابوا، فثنى طلع البدر علي من أنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الله أكبر. أهلا وسهلا بيكي أسماء دغمة، المطربة الواعدة والصاعدة، ولليها بصمات كبيرة جدا دلوقتي حتى كمان في الأناشيد والأغاني المختلفة بكل أنواعها. أهلا وسهلا بيكي، مشرفانا منورة. طبعا لازم أرحب بقى بالسادة المشاهدين وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. هذا البدر الذي ملأ ضياؤه كل أرجاء الكون منذ ولادتي وحتى اليوم، حتى هذه اللحظة نحن نعيش بهذه الأجواء الإيمانية التي نستمدها من هذه المناسبات الروحانية، مولد النبوي، مناسبات كثيرة جدا الحمد لله ربنا حبانا بيها علشان نستعيد مرة أخرى الذكريات وأسباب كثيرة لنزول الرحمات علينا كمسلمين وكمؤمنين. وكل سنة وكل اللي شايفنا دلوقتي يا رب بإذن الله يكون بصحة وسلامة. احنا ابتدينا معاكم مشاهدينا الكرام من العاشرة صباحا، ومستمرين طبعا كل زملائي الأعزاء، يعني أنا متابعهم حتى وأنا كمان في البيت، يعني كانوا معاكم من أول العاشرة صباحا لحد دلوقتي، يعني لحد ما إن شاء الله ينتهي هذا اليوم المفتوح، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف العاشرة مساء، يعني تقريبا كده 12 ساعة وإحنا متواصلين مع حضراتكم كل مشاهدينا الكرام، متواصلين ب يعني الحقيقة نماذج هائلة جدا، يعني أصوات رائعة. ويمكن أنا حظي حلو قوي إن أنا جي، يعني أنا ضيفتي الكريمة هي أسماء دغمة، برحب بيكي حبيبة قلبي ومنورة ومشرفة. ربنا يخليكي، أنا سعيدة جدا إن أنا أكون مع حضرتك النهاردة حقيقي. تسلمي لي. الأغنية اللي احنا سمعناها دي
هي بدايتها يعني دي كلمات احنا عارفين طبعا طلع البدر علينا، وهذا صحيح. النشيد اللي استقبلوا به اهل المدينه الرسول عليه الصلاه والسلام، طبعا هذه الكلمات احنا عارفينها وحافظينها كمان ظهرا عن غيب، لكن في الاول كان في افتتاحيه كده وكلمات كده ولحن معين. كله تراث طبعا وكلها كلمات تراثيه. انا حبيت ان انا اعمل زي ميكس بينهم هما الاثنين، لانه الجزئين دول اول حاجه انا قابلت بيها في الجمهور في حياتي. فحبيت ان انا يعني اول حاجه اسجلها بصوتي وتبقى توثق، يعني هي اول حاجه قابلت بيها جمهور في حياتي. فكانوا الجزئين دول طلع البدر علينا وسيد الاكوان او موال او يعني ابتهال سيد الاكوان. دي فاتحه خير وبدايه خير يا رب. وان شاء الله يعني الخير منتظرك الفتره اللي جايه باذن الله. اسماء انت طبعا عندك كثير قوي يمكن هتقدمه لنا النهارده من الاغاني والاناشيد الدينيه، وانا عارفه ان انت كمان يعني انت بصمه كبيره في الطرب، يعني في عالم الطرب، ويمكن دخلتي مسابقات كثيره جدا وانت تصدرتي كمان النتيجه النهائيه، انت كنت فايزه بمسابقات كبيره قوي اتعملت حتى كمان في الهيئه الوطنيه للاعلام، يعني كان في عندك مسابقه كبيره جدا على مستوى النقاد الكبار جدا في مجال الغناء والطرب وكل حاجة يعني. مبدئيا دلوقتي احنا مش عايزين ايه، انا عارفة طبعا السادة المشاهدين في الوقت ده بيبقوا حابين يسمعوا قوي لما يكون عندنا صوت جميل قوي. ربنا يخلي حضرتك، اشكرك. احنا ممكن نسمع ايه دلوقتي؟ احنا ممكن نسمع حاجة ايقونة بقى في الانشاد اللي هي لاجل النبي، دي اكتر حاجة انا بحبها جدا واتمنى تعجبكم مني ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي، ولجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي. يا إله الكل، كل كل، لجل النبي، لجل النبي، انت عالم بيا، كل كل، لجل النبي، لجل النبي، اظلموني انت عارف، اتهموني برضو شايف، من عبادك ايه حصل لي، ايه حصل لي، انا في جاه النبي، تكرم عبيدك والنبي، ده انا حبيب النبي، اقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، دي القعدة حلوة والنبي عند النبي، ولجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي، ولجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، دي القعدة حلوة والنبي عند النبي. هاي لي أسماء طبعا حلوة قوي. أنت طبعا بتأدي كل الألوان، لكن لما نيجي نسأل كده ايه الفرق بين الانشاد الديني والابتهالات، يعني كتير قوي بيبقاش عارف الفرق بين الاثنين. يعني والله هو يعني اتمنى اكون معلوماتي صحيحه بس لا، يعني هو الابتهال المتعارف عليه ان هو بتبقى حاجه حره شويه، مش محكمه بايقاع، مش محكمه بزمن، يعني الواحد بيبقى حر جدا وهو بيقوله. يعني احنا مثلا اللي احنا قلناها دي انشوده، دي انشوده، انشوده الشيخ محمد الكحلاوي طبعا بالظبط رحمه الله عليه. فدي انشوده لان هي فيها ليها زمن موسيقي معين وليها ايقاع وليها حاجات زي كده بتلزم ال المنشد يعني. انما الابتهال بيبقى شيء حر، زي اللي في الغنى بنقول عليه موال،
الموال دايما بتبقى يعني ما فيش اي حاجه حكماني، لا مفيش وقت ولا مزوره موسيقيه مثلا على حسب هو ما زي ما ابقى يعني زي ما ربنا بقى يفتح عليه بيقول ده الابتهال. نعم. وده الاغلب يعني اكتر حاجه بنسمعها كده في اوقات الفجر كده في اذاعه القران الكريم. صحيح. دي اغلبها ابتهالات مش انشود، مش اناشيد يعني. نعم. الاثنين ليهم ملحنين ولا الانشوده بس اللي لها تلحين ليها ملحن؟ هو انا اعتقد الاثنين طبعا بيبقى ليهم لحن اساسي وكل حاجه، ولكن الابتهال ينفع نخرج من المقام بتاعنا او من المقام اللي طلع بيه اول حاجه اتقالت بيه، واحنا بقى نعمل اي مقام احنا شايفينه حاسينه دلوقتي يعني. شيوخنا الكبار طبعا يعني علامات في الموضوع دوت، بيقدروا جدا ان هم يخرجوا من مقام لمقام لمقام في الابتهال براحتهم جدا، بيفردوا بقى براحتهم، اسمها تفريده يعني، بيقعد بقى براحه راحته يعمل اللي هو عايزه، فما بيبقاش محكم قوي بمقام موسيقي واحد يعني. تمام. عاده المطربين يا اسماء بيحبوا انهم يأدوا اناشيد مش صحيح. ابتهالات بتهيألي مش كده؟ صحيح طبعا. يعني هي الابتهالات دي لها ناسها خالص يعني مخصصين فيها قوي اللي حتى ممكن كمان يضيفوا كلمات من عندهم يعني، حتى صحيح. ممكن يحطوا بقى كلام من عندهم كده يخدم الموضوع يعني. صحيح صحيح. وكتير جدا منشدين مؤخرا بياخدوا مثلا ألحان تراثية أو ألحان أغاني عادية طربية ويحطوا عليها هم كلمات تصلح للمديح يعني. فده بيحصل كتير، وده بيخلي الناس كمان تبقى مركزة أكتر، ويقدروا يخلوا الناس يعني معاهم مستوعبة ده أكتر، ما يجيبوا لهم حاجة تراثية إنشادية بحتة. لا يعني لما يبقى عارف أنه الغنوة ديت بتاعت مثلا عبد الحليم ولا حاجة، فسمعها بكلمات مختلفة تماما، فيجي يلاقيها دي المدح النبي فيجي أسرع يعني. فدي حاجة مستحدثة بس حلوة جدا، أنا بحبها بصراحة يعني. هاي الأول. طب يعني مش عارف، أنت جربتي موضوع الابتهال ده؟ الابتهال والله هو في حاجة أنا بحبها جدا للشيخ الهلباوي رحمة الله عليه، اسمها كل من، هي تفريدة كده يعني أنا بحبها جدا، وبحب كلماتها وبحب روحانيتها، وأنا بسمعها وبروح في حتة تانية بصراحة. طب خدينا في حتة تانية. يلا بينا. أتمنى. تفضل. أوكي. كل من كل من قل من يفهم عني ما أقول، فصل القول، فذا شرح يطول، أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، كيف تدري من على العرش استوى الله. بجد ما شاء الله، الله اكبر عليكي، هايل قوي. ربنا يخلي حضرتك. احنا يعني فعلا احنا في حته تانية. طيب ها
هنروح بقى ركن تاني. يلا بينا. تاخدينا في ركن تاني بقى كده يا اسماء، بس مين. الاول قولي لنا انت بتحبي تسمعي مين؟ يعني انت قلت لنا الشيخ الهلباوي على ما اعتقد دلوقتي طبعا. مين تاني يعني من الاصوات اللي بتحبيها قوي؟ والله بقى قراء يعني اكتر شيخ مصطفى اسماعيل الف رحمه ونور عليه، يعني ده بقى مدرسه، لاني انا مش بس بسمعه عشان يعني اتبسط طبعا وكل حاجه، والقران الكريم ده اهم حاجه، ولكن هو كمان في القواله هو مدرسه، يعني الواحد يقعد كده يكتب وراه حاجات كتير جدا عشان يذاكر هو كان ازاي بيقدر يعمل كده. كانت قوالته شيء يعني بالنسبه لي مرعب، اللي هو كل شويه اقول ايه ده، هو ازاي كان بيقدر يعمل ده. فانا بحبه جدا طبعا شيخ الهلباوي طبعا، يعني هو ناس كتير بصراحه جدا بحبهم. طبعا بحب في المقام الاول او بشكل شخصي بقى شيخي ومعلمي الاول محمد ياسين المرعشلي. هو اول حد بقى خدني، يعني فعلا خرجت من بيتي كده عليه، علمني كل حاجه في الانشاد واداب الانشاد ايه، وازاي نقول وازاي نحس اللي احنا بنقوله، وازاي نفهم كل كلمه بتتقال. وانا من خلال حضراتكم يعني لو تسمحي لي اشكره طبعا على كل حاجه حلوه عملها لي بصراحه، واحنا بنشكره يعني. والله يعني هو كده ادانا حاجه هديه، ربنا يخليك، وان شاء الله تكوني يعني علامه بارزه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انت بتقولي ان يعني بدايتك كانت معاه الشيخ المرعشلي يعني. صحيح. من امتى يعني، من سن كام؟ لا مش من كتير، لان انا بدأ الموضوع اصلا كله من مش اكتر من 4-5 سنين يعني، بس كده انا استنيت اتجوز وانطلق يعني. طيب تمام حلو. بس فاول حاجه بدات افكر فيها ازاي هعمل ايه، يعني اروح فين او اجي منين، فبدات ادور على اماكن فيها ورش للمقامات الموسيقيه. فكانت الصدفه المكان اللي انا توجهت ليه المدرب اللي فيه المنشد هو استاذي محمد ياسين المرعشلي. نعم. بعدها بقى بدا ياخدني معاه في كل مكان هو بيروحه الحمد لله. طلعنا كذا حفله وعملنا كذا حاجه، والمفروض في البوم كمان اتسجل من قريب، وان شاء الله يعني يبقى قريب موجود. بس فعلمني حاجات كتير وخدني معاه في اماكن كتير، والحمد لله يعني خلاني عندي شويه ثقه صغيرين كده. بس حلو قوي. فالحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. بتقولي في البوم لسه هيطلع جديد؟ ان شاء الله ان شاء الله. هو يعني لطيف ان احنا ناخد حاجه من البوم ولا نخليها هو مفاجأة؟ هو كله تراث. هو كله طبعا تراث. انا يعني مش مسموح لي اتضرب خلاص يعني خلينا في الامان. خلاص تمام. بس ان شاء الله يعجبكم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وتدينا بقى ان شاء الله يعني كده مجموعه اغاني نذاعها عندنا برضو في القناه ان شاء الله. ان شاء الله. دلوقتي انت ممكن تسمعينا على ما اعتقد حاجه انت ممكن بقى تختاريها زي ما تحبي بقى. احنا أوكي. مش احنا بما اننا جبنا سيره شيخ محمد ياسين، فانا بهدي له حاجه صغيره كده بتاعته بحبها قوي اسمها صبحتك بنور النبي. تمام. بسم الله. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الرسول حجيت. النظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، يا سر الوجود يا طه، أنا جاية وحياتي متاهة، يا سر الوجود يا طه، أنا جاية وحياتي متاهة. بتعطر بنور النبي وتبارك بآل البيت، صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. علي
عليه أفضل الصلاة والسلام. عادة المنشد بيبقى في حالة مران أو تمرين مستمر، صحيح. مش كده؟ يعني بيبقى الموضوع إزاي؟ يعني أنت بتتمرني مثلا كل كم يوم أو كل يوم بتتمرني؟ هو المفترض طبعاً لازم يبقى كل كم يوم. يعني كل ما الواحد يهتم بأنه يكتر من، طبعاً يعني مش كتير قوي في اليوم، بس يعني بيبقى في مجموعة تمارين كده بنسميها فوكاليز، اللي هي تدريبات على شوية مثلا يعني لحن معين، مثلا السلم الموسيقي مثلا، هو ده بيبقى أساس أي تدريب صوتي بيحصل. فبقى في أشكال كتير جدا للفوكاليز بنقعد ندرب فيها، المفترض أنه صبح وليل، الوقت مثلا لا يتعدى النص ساعة أو حاجة زي كده. طبعا كل ما الواحد بيعمل ده يوميا كل ما بيبقى صوته طوع أكتر ومرن أكتر في عرب بقى وفي حاجات كتير يعني بتنفعه. بس فهو طبعا مطلوب مننا ان احنا نبقى يعني دائمين الاستماع طبعا، لان الودن كمان لما بتقعد فتره طويله ما تسمعش ما بتلقطش الحاجه صح، فما بتطلعش صح. طبعا طبعا فلازم الواحد يدرب ودنه ويدرب طبعا الاحبال الصوتيه بشكل يومي تقريبا المفترض يعني. بس بنحاول نعمل ده قدر المستطاع. بتقولي يعني اللي دايما بيديكي الحاله دي من اللي بنقول احنا بنقول عليها كإذاعيين يعني نقول ايه، بننظف ودنا. أيوة مش ايه قصدك كده؟ ده حقيقي جدا. تمام. طيب دي على ما اعتقد انت قلتي الشيخ سيد اسماعيل هو في المقام الاول. بالظبط صحيح. مصطفى اسماعيل. طيب في بقى في ناس تاني يعني، في انت مش هيبقى كل حياتك انشاد ديني بس. طبعا انت في طرب وفي يعني حاجات كتيره قوي برضو. مين من حتى من المطربين عامه يعني؟ المطربين كتير قوي بقى يعني، طبعا في المقام الاول والكل حاجه ست ام كلثوم طبعا. طبعا دي 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 برضو لوحدها مدرسه، ما ينفعش الواحد يعني يعني الواحد ساعات بيسمع كده من حين لاخر، انا ما بحبش اسمع حد بيقول كده مثلا، اللي هو بحس انه انت بتغلط، انت بتعمل مصيبه. ليه بقى؟ لانه هي فعلا بتنظف الودن جدا، بتنظف الودن وبتدرب الواحد ازاي يسمع صح، ازاي يبقى. هي كان عندها مدرسه كمان في القواله، انا من مريديها جدا، اللي هي بتشوق الحد اللي بيسمعها، اللي هو مش دايما مثلا تقعد تقول عرب وحليات في صوتها كتير، مع انها تملك من ده طبعا كل شيء، ولكن تقعد مثلا تقول الكوبليه كده بمنتهى الهدوء، وفي الاخر تروح مديانه عربه كده تبهدل الدنيا. فام كلثوم من اقرب الفنانين اللي بشوفهم يعني، كانت شخص عظيم جدا فنيا يعني. طبعا فايز احمد، محمد فوزي، كريم محمود، لا ده بقى احنا يعني هنقعد كتير قوي عشان اقول ناس كتير جدا. طبعا طبعا كلهم شيء يعني، كل واحد فيهم كان كاركتر يعني. احنا دلوقتي بنفتقر للتميز، ان كل واحد ليه قلب القالب بتاعه، القالب بتاعه. انما زمان لا، انما يعني زمان كان كل شخص كده بيقوله فنه المستقل وليه الحانه، مش ممكن يعني. يعني تحسي ان كل واحد منهم مدرسه لوحده يعني. قلتي ام كلثوم وده ليها اداء ومدرسه يعني جامده جدا. بالظبط. وبعدين قلتي محمد فوزي، ده حقيقي، وده يعني ده ما تكررش، ده حقيقي يعني. ده نمط مختلف جدا، السهل الممتنع، اللي هو لحد النهارده الحانه قطعا لو سمعتيها، لو اول مره تسمعيها مش هتحسي ابدا انه قديم. نعم. انه ده من تراث او حاجه قديمه او كده. فلا هو كان سابق بشكل مرعب يعني. والاثنين على فكره يعني معظمهم يعني عملوا اناشيد دينيه مميزه قوي. كلهم كلهم طبعا طبعا. ست ام كلثوم عامله القلب يعشق كل جميل، دي كانت يعني حاجة طبعا ملهاش حل. الحاجات اللي بحبها. مجهزة لنا ايه دلوقتي يا اسماء؟ احنا ممكن بما اننا جبنا سيرة القلب يعشق، يلا بينا. يلا بينا. بسم الله. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال عين، قولي سادة في الحب قليل قليل، وإن دم يدوم يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هوى
نايم وصالو دوم لا يعتب اللي يتوب ولا في طبع اللوم واحد ما فيش غيره ملل وجود نوره دع لحد باب بيته أما تجلى لي أما تجلى لي أما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. الله عليكي بجد هايلة ما شاء الله عليكي. اللي داخل المجال ده بشكل جديد يعني وحابب ان هو يحترف يعني حاسس ان عنده بذرة وعايز ينميها ممكن ننصحه بايه؟ اهم حاجة ممكن يعملها في بداياته والبدايات بتبقى ازاي؟ هو اهم حاجة للبادئ واللي بيحاول لسه زيي واللي وصل لحاجة انه يسمع كتير قوي، انه يسمع وهو ساكت يعني وهو ساكت وما يجربش خالص ما يجربش. انا يعني انا اي حاجه انشوده او غنوه مثلا تعجبني ابقى حابه لسه احفظها او ذاكرها او كده لازم اقعد احترم كل حاجه، يعني لازم احط الهيدفون كده في ودني واقعد مش اقل من اسبوع حرفيا بسمع بس بمنتهى الادب. ليه بقى؟ لانه الواحد لما خلاص سمعنا واللحن شويه بقى اعتادته ودني فباجي اقول الاقي نفسي بخرج وانا مش واخده بالي، يعني دي اكتر حاجه بقى مؤذيه جدا يعني. فلا هو اكتر يعني اهم حاجه وان احنا نسمع كويس جدا الحاجه مره واثنين واربعين وما نزهقش. الواحد يعني مع الوقت كنت بشوف لقاءات كده ناس بتوع زمان بيتكلموا عن ام كلثوم مثلا الغنوه الواحده كانت بتقعد فيها اكتر من 45 بروفا عشان غنوه واحده. احنا النهارده يعني انا مثلا حد من الناس لما حد بيبعت لي جايد غنوه او اي حاجه او انشوده او حاجه جديده لسه كلماتها جديده بيبعتها لي النهارده وعايزني اروح اسجل بكره وبيحصل تمام، بس بنقعد بقى يعني بذلهم عشان لانه مفيش كده يعني ده. فاحنا دلوقتي الدنيا سريعه جدا جدا جدا، حتى ده بيبان قوي في يعني فرق السلطنه بقى بتاعت زمان. زمان كنا نسمع كده فعلا اعصابنا تهدى، دلوقتي كل حاجه سريعه جدا جدا. بس فحتى الحفظ دلوقتي يعني بيبقى مطلوب مننا نحفظ اسرع يعني من زمان، ولكن كل ما نسمع احسن كل ما الاداء يبقى افضل يعني مع الوقت ان شاء الله الى الافضل دايما باذن يا رب. الله أشكرك. طبعا انا يعني بشكرك شكرا جزيلا الفنانه والمطربه اللي ان شاء الله هتبقى متالقه بحجم يعني انت ما تتخيلوهوش. اسماء دغمه هنختم معاكي باغنيه تختاريها ويعني ان شاء الله نطلع بيها بقى الفاصل. اوكي احنا هنقول القمر عشان دي اكتر حاجه بقى تريد مارك في الله. اوكي قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا وجه البراء يا خير البراء يا قمر 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 سيدنا النبي قمر.